مساء الفل يا شباب. النهارده بقى هنشغل الجهاز وهنعمل ستارت اب وهنشرح كل حاجه. ده تلفزيون LG Ultra HD 4K. التلفزيون ده طبعا ما بيدعمش 2.1 اللي بيشغل 120 فريم في الثانيه، لكن هيشتغل معاك بدقه 4K 60 فريم في الثانيه. كنترولر الاكس بوكس بقى يا جماعه بيجي اصلا بيرد مع الجهاز، يعني انت مش محتاج تعمل له بيرنج. هندوس على الباور باتن وهنشغل بيه الجهاز، لو ما اشتغلش هنضطر ان احنا نفتحه مانوال. اشتغل. اكس بوكس دلوقتي ظهر لنا على الشاشه ان احنا محتاجين ان احنا نريجستر الابلكيشن بتاع الجهاز دوت، تمام؟ فلو انت ما عندكش الابلكيشن هيجي لك حاجه في الجهاز زي ده كده بالظبط، فيها كيو ار كود. الكيو ار كود ده لما تعمل له سكان هتنزل الابلكيشن من على جوجل او من على اي مكان، سواء انت اي او اس او اندرويد، تمام؟ وده هيعمل لك سيت اب مباشر للجهاز. طبعا انا نزلت الابلكيشن دي قبل كده، تمام؟ فاحنا هنعرف ازاي ان احنا نعمل الموضوع دوت بخلال الابلكيشن. اهم حاجه تنزل الابلكيشن ده. ببساطه تفتح الابلكيشن هتلاقي اوبشن في الابلكيشن ان انت تبير الجهاز بتاعك مع الابلكيشن ديت علشان ينزلك العابك والاكس بوكس لايف والحاجات اللي انت مسجلها. لكن انت ممكن تخش مانوال عادي، مفيش مشكله، يعني لو ما عندكش الابلكيشن انت ممكن تشتغل مانوال. ممكن نحاول ان احنا نسكيب كده، احنا عملنا سكيب. نختار اللغه بتاعت الجهاز، انا هختار انجلش، تمام؟ انجلش يونايتد ستيتس. بعد كده هنختار كونكشن الواي فاي بتاعي كريم. بعد ما تدخل الباسورد بتاع الواي فاي كونكشن بتاعك هتدوس الانتر. كونتينيو. وير دو يو ليف، اختار البلد اللي انت عايش فيها. طبعا بما ان مفيش عندنا جمهوريه مصر العربيه فانا دايما بختار يونايتد ستيتس، ان انا بعمل الاكونتات بتاعتي امريكيه. الجهاز اول ما هتشغله هيطلب منك ابديت، بينزل ابديت حجمه حوالي 811 ميجا بايت. احنا ممكن نسرع ده عن طريق الموبايل ابلكيشن ان احنا ندخل الكود دوت ويسرع العمليه، لكن انا بحب امشي معاكم مانوال علشان خاطر الناس ما يبقاش عندها مشكله في الموضوع دوت، لان في ناس ما بتعرفش تتعامل مع الموضوع دوت. فانا ماشي كل حاجه مانوال معايا. الجهاز تقريبا خلص ابديت، فهتلاقوا المفروض ان الاكس بوكس هيعمل ريستارت لنفسه. طبعا انا بجري في خلال الكلام ده لان هو بياخد شويه وقت في موضوع الابديت والسيت اب بتاعه ده. دلوقتي الجهاز طبعا بيعمل ابديت للكنترولر ذات نفسه، هو بيطلب مني ان انا ما احركش الكنترولر خالص. كده الكنترولر بتاعنا خلص ابديت فقال لي ان هو ابديتد، ندي له اوكي كمان. بعد كده لازم نخش بالمايكروسوفت اكونت، لازم يكون عندك اكونت زي اكونت بلاي ستيشن بالظبط، هيكون اكونت لمايكروسوفت. طبعا انا هدخل الاكونت بتاعي وبعد كده هعمل ساين ان. انا كده عملت ساين ان من الاكونت بتاعي وهو دلوقتي بيعمل لودنج عشان يدخلني على الانترفيس. طبعا انا مش محتاج الكلام دوت فهقول له لا. بيطلب مني شير داتا مع الببلشر، هقول له لا. ده البرايفسي تيرمز بقى بتاعت الاكس بوكس، شروط طبعا احنا بنوافق عليها يعني ما عندناش حاجه نعملها. ده بيسالك بقى السكيورتي، فبيتكلم في نو باريرز ولا سكيورتي باس ولا لوك داون. ده اول اوبشن ان انت في الاكس بوكس ده في ناس ثانيه تقدر تستخدمه، يعني ممكن حد ينزل يستخدم الجهاز بتاعك مفيش مشكله، او ان انت يبقى فيه باس كي لما انت بتيجي تعمل ساين ان او تشتري اي حاجه لو في حد ثاني بيستخدم الجهاز وانت عايز تعمل عليه كنترول. لوك داون ان انت لازم يبقى فيه اوثورايز ساين ان، انت بس الوحيد بتستخدم المايكروسوفت اكونت دوت، مفيش حد تاني بيستخدمه معاك، انا مفيش حد بيستخدمه معايا، فاعمل ان هو لوك داون الجهاز دوت، مفيش حد استخدمه غير. كلر بقى نختار لنا لون، تفتكروا بقى نختار لون ايه؟ انا بحب اللون الازرق بصراحه، خلينا في الازرق. هنا بقى بيقول لك الاكس بوكس جيم باس التيميت. يعني ايه بقى اكس بوكس جيم باس التيميت؟ انت دلوقتي تقدر تشترك لمده 3 شهور بدولار واحد بس، يعني تلعب 3 شهور بدولار واحد بس، وبعد الثلاث شهور ما يخلصوا تجدد كل شهر ب 15 دولار. الالعاب اللي موجود فيها كتير جدا، حاجات للبي سي وحاجات للاندرويد وحاجات للاكس بوكس، وطبعا هيبقى عندك الاي اي بلاي يعني اللي عايز بقى يلعب فيفا بقى ويهيص، وهيبقى عندك معاهم اشتراك جولد. يعني الجيم باس الالتيميت ده بيديك اشتراك لايف جولد وبيديك اشتراك للالعاب. اي حاجه بتصدر من اكس بوكس ستوديوز بتنزل لك في اللانش، يعني انت ما بتروحش تشتري اللعبه، اي حاجه بتطلع في الاستوديوز بتاعت اكس بوكس من داي 1 بتنزل لك فور فري يعني ببلاش. ودي من اقوى الحاجات اللي انت بتستخدمها في الاكس بوكس، دي ميزه من مميزات الاكس بوكس مهمه جدا يا جماعه. طبعا انا بصراحه انا هشترك فيه. هنا بقى تحط الاضافه بتاعه طريقه الدفع بتاعتك. اكس بوكس بقى فيها ميزه ان هي ما عندهاش مشكله الريجن اللي احنا بنقابلها في البلاي ستيشن. اي حاجه ممكن تشتري بيها من اكس بوكس ما فيش اي مشكله، ممكن تحط كريدت كارد، باي بال، اي حاجه ممكن تحطها. فهو بيديك اوبشن، اول حاجه اوبشن كريدت كارد، ثاني حاجه
ان تستخدم باي بال بتاعك، التليفون بتاعك، او ان انت معاك جيفت كارد تقدر تستخدمه من اكس بوكس اللي هو الكارت بتاع اكس بوكس. انا طبعا هختار ان انا هدفع بالكريدت كارد، دي ميزه برده مش موجوده في بلاي ستيشن. طبعا انا بعد ما دخلت بياناتي بقى حضرات فظبطت الدنيا بقى، يعني بعد ما دخلت بياناتي الدنيا اتظبطت معايا كده واشتركت في الجيم باس. طبعا هنختار بقى التايم زون بتاعنا، هو طبعا عاملني ان انا في اليونايتد ستيتس او في امريكا، بس طبعا انا في مصر فهظبط على مصر اللي هي جي ام تي 2 المفروض، بس هو ظبطني على امريكا بس. ماشي ماشي امريكا في اي حته مثلا باسيفيك تايم. ماشي نيكست. انرجي سيفنج، الانرجي سيفنج ده اوبشن بقى بيقولك ان انت تعمل سلوور ستارت اب تايم، ان انت تخلي الستارت اب بتاع الجهاز بتاعك بطيء، يعني ان انت تخلي الجهاز يفتح بالراحه، وده ممكن يعمل مشكله في الابديتس بتاعتك كده. انت توفر كهربا بس هي ملهاش لازمه، ولا فاستر ستارت اب تستغل كل امكانيات الجهاز، وان انت ممكن حتى تكلم الجهاز ان هو يشتغل، تقول له اشتغل يشتغل. فانا هعمل انستنت اون، مش هنعمل انرجي. Keep my games and apps updated، يعني تخلي الالعاب بتاعتك على طول updated. انا هقول له ماشي موافق. Find the best setting for your TV، يعني هو هيختار انسب setting للتي في بتاعك او للتلفزيون بتاعك اللي انت مشغله، وهيديك احسن صورة ممكن توصل له. هقول له continue. Keep display at 4K، هو طبعا قرر ان التلفزيون بتاعي ان هو 4K، فانا هقول له خليني على 4K مفيش اي مشكلة. Take me home، هنخش بقى على الاكس بوكس، وده الفيتشر بقى يا جماعه بتاع الاكس بوكس، نفس الفيتشر اللي احنا شفناه في الاكس بوكس 1، ما اتغيرش فيه اي حاجه، نفس الانترفيس نفس كل حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه موجوده عندنا. ده الجيم باس بقى يا جماعه، هنخش ناخد لفه بقى ونتفرج على الجيم باس. من حقكم، حقكم عليا. دراجون كويست الجديده نازله على الجيم باس، وتعمل لها انستول بدري شويه. نخش بقى نتفرج طبعا بسيزدا طبعا امتلكتها. طبعا اي اي بلاي الكترونيك ارتس باتل فيلد 5 ببلاش، عندك لعبه زي بيترنر، عندك الفري ابديت بتاعها. تمام، دي بقى ايه الالعاب المشهوره، عندك لعبه زي واي اوت، باتمان اركم، ارك سرفايفل، كل ده ببلاش، انا ما بدفعش فيه ولا مليم. انا هخش بقى على الالعاب كلها ونتفرج على الالعاب. لعبه زي واي اوت، ارك سرفايفل، هتلاحظوا بقى حاجه هنا ظريفه جدا، تلاقوا لعبه زي ارك سرفايفل اكس بوكس بتدعمها بقوه جدا علشان تشغل الاكس بوكس سيريس اكس. هتلاقوا فيها ايكون تحت اللعبه، بص لو بعدت عنه كده الايكون ده مكتوب عليه جيم باس واكس واس، يعني شغل على الاكس بوكس سيريس اكس او على الاكس بوكس سيريس اس. طبعا ده بيرفع لك كل امكانيات اللعبه ان هي تشتغل على الحاجات دي. الجيم باس برده بيديك باتمان، الاي اي بلاي بقى مدينك باتل فيلد كلها، في العاب كتير حلوه جدا زي ما انتم شايفين، كل الالعاب دي ببلاش وممكن العبها مفيش اي مشكله. دوم اترنال ممكن العبها دلوقتي، يو اف سي، فيفا زي ما انت شايف، يعني فول اوت 76 بسيزدا طبعا بعد ما امتلكتها، فورزا، موتور سبورت 7، ودي نوعيه من الالعاب. جراوندد برده مدعومه من الاكس بوكس سيريس اس والسيريس اكس، اللعبه بيتعمل لها ابجريد. هيلو 5، مورتال كومبات، زي ما انت شايفين العاب حلوه جدا، الالعاب هنا يا جماعه مش وحشه زي ما الناس هي متخيله. ستار وورز جيداي، الناس بتدفع فلوس يا جماعه في الكلام ده في البلاي ستيشن ارقام خزعبليه، والكلام ده مش موجود على البلاي ستيشن ناو. فلما بقول ان الاكس بوكس جيم باس متفوق فعلا، انا من داي 1 اقدر العب الالعاب دي بدون اي مشاكل ومفيش اي مشكله. فانا بصراحه عايزين نجرب لعبه، يعني طبعا انا مش هقدر انزل لكم لعبه دلوقتي ونجربها على طول لان الموضوع هياخد وقت طبعا ان انا اعمل انستول لعبه من الالعاب ديت، بس ان شاء الله هظبط لكم الموضوع دوت ونخش نظبطه. دي الالعاب المشهوره على الجيم باس، مش كل الالعاب، يعني ما حدش يفتكر ان احنا وصلنا لغايه اخر القايمه هنا تحت فدي معناه ان كده الالعاب خلصت، لا، دي الالعاب المشهوره. انت ممكن تختار بقى تدوس اكس زي ما انتم شايفين على اليمين تحت، اكس تو بلاي ليتر، يعني انت تختار اللعبه عشان تفكرك ان انت تلعبها بعدين، زي ما بتتفرج على نتفليكس كده، تيجي في نتفليكس بتشوف فيلم بيعجبك بتقوم دايس عليه. نرجع ورا ونخش بقى نشوف الايه الاول جيمز، ده طبعا الاي اي بلاي ريسنتلي ادد الالعاب دي كلها، العاب ال 360 بلاتفورمرز زي ما انتم شايفين. فاحنا ممكن نخش بقى نشوف البلاتفورمرز اللي في ال 360 هي. كل الالعاب دي يا جماعه ببلاش فور فري. اوري اون ذا ويل اوف ذا ويسبس، بقول لكم ايه، انا هنزل لكم اوري بصراحه، اوري يعني جزئين بتاع اوري هننزل نلعبهم عشان اللعبتين دول جامدين جدا. تيراريا برضو من الالعاب اللي انا بحبها جدا لعبتها على البلاي ستيشن. انريفل يا جماعه وانريفل 2 فور فري. رير ريبلاي، رير ريبلاي بقى من اعظم الالعاب اللي نزلت بلاتفورمر على الاكس بوكس،
وهي نزلت على اكس بوكس 1. يعني هنا في العاب جديده وفي العاب قديمه، واحنا بندور دلوقتي بالجنرا. ليفينج سون دي الالعاب بقى اللي ايه اللي هتسيبنا وتمشي، يعني الالعاب اللي انت بقول لك الحق العبها. ماد رانر من الالعاب الحلوه جدا. الجولد بينيفيتس، في العاب بقى ليها بينيفيتس في موضوع الجولد دوت، يعني الالعاب دي انت بتستفيد من فيتشرز معينه فيها. هنستخدم بقى الكاتيجوري، هنا عندك اكشن ادفنتشر، فايتنج، بلاتفورمر، اندي، شوتر، فاميلي اند كيدز، ريسنج، وكلاسيكس. كلاسيكس اللي هي الالعاب القديمه، تمام. وهنا انت ممكن تشوف الاول جيمز. انا مثلا هناخد اختيار نشوف ايه الحاجات. الاكشن ادفنتشر، الله، بليك ستيل، واي اوت، ايس كومبات، الان ويك، اليس مادنس ريتيرن، من اقوى الالعاب اللي انا لعبتها برضو على البلاي ستيشن 3، ما لعبتهاش على البلاي ستيشن، على الاكس بوكس انا اسف. الين ايزوليشن، باتمان، كل اجزاء باتل فيلد طبعا موجوده، تمام. الالعاب اللي موجوده دي العاب قويه، ما حدش يفتكر الالعاب دي سيئه عشان هي على الاكس بوكس. زي ما انتم شايفين اجزاء ديد سبيس كلها، ودي ميزه بقى الباكورد كومباتيبلتي. حتى في يعني حتى اكس بوكس في الجيم باس مدينك الفرصه ان انت تلعب الالعاب القديمه، ودي حاجه جميلة. انا بعشقها في اكس بوكس فعلا. دوم ايترنال، ديس اونر 2، دراجون ايج انكويزيشن، من اعظم الالعاب اللي لعبتها. سلسله فيبل كلها بالكامل. فول اوت نيو فيجاس برضو من اعظم الالعاب اللي انا لعبتها. فاينل فانتسي 7 تلعبها على الجيم باس. فاينل فانتسي رويال اديشن. فورزا هورايزن بقى 4 مدعومه ان هي تشتغل اب تو 4K، ان هي بتدعم الاكس بوكس سيريس اس والسيريس اكس. جيرز 5 برضو نفس القصه، هم بيراهنوا برضو على اللعبه دي منزلينها عشان يبينوا امكانيات الجهاز. جيرز 5، جيرز 5 الالتيميت اديشن برضو موجوده زي ما انتم شايفين قدامكم، برضو بتدعم اكس بوكس سيريس اكس والسيريس اس. بعد كده هننزل العاب بقى من على الجيم باس عشان نختبر قدرات الجهاز. هيل بليد طبعا من اعظم الالعاب. هولو نايتس بقى اللي الناس بتلعبها على البلاي ستيشن بلس دلوقتي، واللي ما لحقهاش طبعا هتروح عليه. كيندم هارتس كل الاجزاء. يعني بصراحه يا جماعه الجيم باس حلو، عايز تلعب خش العب على طول. احنا دفعنا دولار واحد وهنلعب 3 شهور ببلاش، هنهيص في الهيصه دي كلها 3 شهور. دي الحلو، دي قوه اكس بوكس في التسويق. طبعا ان شاء الله لما توفر لنا بلاي ستيشن 5 هنتكلم عن مجموعه البلاي ستيشن 5 وهنتكلم عن امكانياته. انا مش بستعجلك في اي حاجه، لكن انا بشرح لك كل حاجه بامانه وانتم شايفين قدامكم. احنا دفعنا دولار واحد وخدنا كل الالعاب دي. ده الاكشن ادفنتشر بس، يعني احنا فتحنا الاكشن ادفنتشر. لو فتحنا الفايتنج جيمز مثلا، اللعبه دي برده من الالعاب العظيمه. ستريت اوف ريج من اجدد الالعاب اللي موجوده اصلا، نازله لسه نازله على البلاي ستيشن. ياكوزا كيوامي 2 وياكوزا كوامي، الاثنين برده من اعظم الالعاب اللي موجوده. فيا جماعه ده صفقه حلوه بصراحه، صفقه حلوه جدا 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 جدا، تمام. نرجع بقى ونتفرج على بقيه الفيتشرز بتاعه الجهاز. مبدئيا ده الستور بتاع ويندوز، ودي برضو ميزه من مميزات اكس بوكس ان انت عندك ستور الويندوز، يعني تقدر تشتري العاب البي سي والالعاب اللي بتدعمها الويندوز على الاندرويد، وتشتري العاب الاكس بوكس. مش الموضوع مقتصر على العاب اكس بوكس بس. دي قائمه السيتنجز، دي المساعده او الهلب، هنا اسمها اكس بوكس اسيست، الاكس بوكس اكسسوارز، ثم بعد كده الكوميونتي والايفنتس. زي ما انتم شايفين الستور قدامكم، نقدر نخش نشوف النيو جيمز، الفري جيمز، كل حاجه احنا عايزين نشوفها. انترتينمنت، انت تقدر تخش تتفرج بقى على نتفليكس، على اي حاجه انت عايزها. لو انت اشتراكك على الايميل بتاعك دوت شغال على البلاي ستيشن 4 او على اي جهاز تاني، تقدر تتفرج على الاكس بوكس، والاكس بوكس بيرفع الريزولوشن حتى 4K صريحه بقى، يعني 4K اللي هي بتطلع لك دي. دي الايفنتات، فورتنايت مثلا فيها ايفنت جديد، فول اوت 76 فيها ايفنت جديد، ايبكس ليجند فيها ايفنت جديد. طبعا الناس فاهمه دوت من البلاي ستيشن 4 مش موضوع جديد. وبعد كده بيقول لك السجستد ابس، انت تقدر تعمل جروبس للحاجات اللي انت بتحبها، يعني للحاجات اللي انت بتحبها. وده اللايف اكس بوكس لايف جولد، عليه ديسكاونت طبعا، هم مدينا اعلان عن الكلام ده. ان شاء الله هننزل العاب وهنجربها على الاكس بوكس، وباذن الله رب العالمين هتتفرجوا على الريزولوشن مظبوط. طبعا انا بصور لكم الكاميرا دلوقتي علشان انا لسه ما عملتش الكابشر كارد، لان انا ما ينفعش اسجل من الاكس بوكس مباشره وانا بعمل له سيت اب، فكان لازم اصور بالكاميرا. في حاجه اسمها كابشر كارد كده، بناخد الصوره من التلفزيون ومن الكونسول اللي طالع، هنطلع الصوره ان شاء الله بريزولوشن حلو جدا عشان تقدروا تتفرجوا عليه ويبقى مناسب لليوتيوب. نقفل بقى الايه الجهاز، هندوس دوسه طويله على زرار اكس بوكس الموجود في الكنترولر، وهنعمل تيرن اوف للكونسول.
شكرا جزيلا لدعمكم يا شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم وساعدكم، وان شاء الله في فيديوهات كتير جدا وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن الاكس بوكس سيريس اكس وعن كل الجديد في مجال الجيمينج، وان شاء الله ربنا يكرمنا نجيب بلاي ستيشن 5 ونتكلم عنده برضو للناس الفانز بتوع سوني اللي انا واحد منهم. كان معاكم كريم من قناتكم فيرست ستيب جيمينج، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.